في اوقات بقى فيها اخلاق وفي اوقات ما فيهاش اخلاق. طبعا اكيد طبعا. ايوه في ازمه اخلاق. في ازمه اخلاق. اخلاق الناس لا، زمان كان الناس اخلاقها حلوه عن دلوقتي، كانت الناس بتشيل بعضها وقت الشده ومحترمين. دلوقتي في برضو الشباب ما عادش زي الاول، وما عادش الناس ما فيش روح زي الاول. لا طبعا زي زمان. لا طبعا زمان كانت احسن كتير. اكيد لا اكيد اسوأ يعني. اول كان افضل طبعا. لا ما عادش في مروءه، ما عادش في شجاعه. الكذب بقى اكبر حاجه النهارده ممكن اي واحد بيتبعها عشان ياخد حقه او ياخد غير حقه. والله السبب اسباب كتير، يعني منها مثلا يعني مثلا ممكن تكون الاسره، في اسر بتبقى مفككه، في اسر بتبقى مفككه، الاولاد بيطلعوا ما عندهمش مثلا ازاي ان هو يقدر يتعامل مع الغير، حاجات كتير يعني. قله العماله، البعد عن الدين، يعني اخلاقيات كتيره بدات تجي لنا من مناطق تانية، الغرب والحاجات دي بدات تنظر لنا وكده وبتاع. عدم الالتزام بالاسلام وعدم الالتزام بالتقاليد المتعارف عليها وحاجات بقى، والشباب وعدم احترامهم. السبب بقى ما تعرفش بقى السبب، يعني ممكن يكون ناس مخنوقه، الازمات الاقتصاديه اللي في البلد، كل ده مأثر على اخلاق الشباب، قله الشغل، يعني بعض الناس عن ربنا، الناس ما بتحترمش بعض، حاجات كثيره يعني. القضاء على ظهر الناس، ترجع لدينها، الناس ترجع زي زمان تاني، تبدا كتاتيب والمساجد، الناس والاب يبدا يعلم ابنه في البيت ويعلمه في المسجد، يبدا يربطه بالدين بتاعه. اول حاجه يعني نرجع الى الله سبحانه وتعالى، ونبدا ان ايه يعني الاسره تقوم بدورها والمدرسه تقوم بدورها. والله يعني الناس ترجع لربنا، والناس تحب بعض ويحترموا بعض، صغير يحترم كبير، نبقى كويسين. اولا البيت، نمره اتنين المدرسه. دلوقتي مفيش مدارس، انا اسمع يعني، انا حتى استغربت ان انا بقول لهم، بيقولوا المدارس دلوقتي مفيش طلبه، مفيش مكان للطلبه. المدرس كان زمان لما كان بيعلمنا قيمه معينه كنا بنطبقها، يعني مش شرط الوالد يقولها لي، لكن المدرسه كان لها دور. البيت والمدرسه دول اهم حاجه.